Zitouna! هذا سي ان ياغورت ميزون يوغورت ولا دانون تو سامبلومون اللي صاوبتو في الدار كي جاكم بغيتيو لا غوسيط خليكم معايا. بونجور لي زامي، فيديو جديد، نهار جديد، وهذا النهار غادي نهضروا على لي ياغورت في ميزون. غادي نشوفو كومون فير ان ياغورت على ميزون او فور سون افوار بيزوان دو ياغورتيير ولا داك لاباغي اللي كنديرو فيها دانون. Les ingrédients ils sont très très simples. خاصك الحليب وخاصك دانون. الحليب تقدروا ديروا الحليب البلدي الا كان عندكم سي encore mieux. Moi j'ai ça à la ferme donc je peux le faire et nutritivement je trouve que c'est meilleur. Sinon الا كان عندكم غير الحليب ديال الكوميرس ولا يو اشتي vous pouvez faire ça, ça marche aussi. بالنسبه للمكونات هما ساهلين كما قلت لكم، خاصكم الحليب ودانون بالصوص. Pour 1 litre de lait, il faut compter un yaourt. On a 30 ml de lait, donc on va dire Danonos. Danon, les gars, ils ont choisi un yaourt, mais c'est une crème pour le perli. Après, parce que vous avez dit 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 que vous avez préparé les ramequins ou les livettes qui sont dans le forêt ou qui sont dans le forêt. كما قلت لكم الحليب ديالكم بعد ما كيغلى خليه حتى كيبرد وكيدفى دو مانيير انهم تقدروا ديروا صبعكم فيه ما كتحرقوش، يعني يكون دافي شويه ولكن ماشي بارد كاع كومبليتوم. بالنسبه للسكر سي فاكولتاتيف، سي او شوا. انا هنايا استعملت هذا لو سوكر فانيي، ثم تقدروا ما ديروش كاع السكر، تقدروا ديروا دوت زاغون، سي افو دو فوار، سا ريست اون ريسيت بيرسونيل. كنشعل الفران على 40 دوغري و اون اتوندون توجور على ما يبرد ليا الحليب. يفو فيا انها تكون 40 درجة في الحرارة با بلوس. من بعد ما كيبرد ليا داك الحليب كناخد دانون ديالي و كنبدا نخلطو بهاد لو باتور اولا هاد المطربة بحال هكا باش كيحيد كاع داك لي غرومو اللي كيكون في دانون، كيولي عندي ان ميلونج ليس ومرطب وما فيهش طريفات. كما قلت لكم بالنسبه للزغوم تقدروا ديروه ناتور، تقدروا ديروا زيت دو سيترون، كاكاو، شوكولا، املو لي على بغيتي. ليسي بارلي فوتر ايماجيناسيون. من بعد ما كنسالي التخلاط كندير داك الحليب ديالي في لي غامكان اي بار لا سويت كنحطهم في هاد لاطا ولا ان بلا اللي كيدخل الفران. كنغلفهم بهاد لي بيتي كاري دالومنيوم ولا تقدروا ديروا السيلوفان. دالومنيوم سي بيان باسكو اي غارد انكور بلوس داك لا شالور ديال دانون. و جو في اون سورت دو بان ماري، يعني كنعمر داك لاطا بالماء كوم سا هاد الماء هذا اي فا كوير انكور بلوس داك دانون و اي فا غاردي لا شالور بوندون لونتون. الفران ديروه بوندون 20 مينوت كيما قلت لكم 40 دوغري با بلوس. ومني كيتسالي داك لي 20 مينوت خاصكم تطفيو الفران وتخليو دانون في قلب منو، ما تحلوش الفران تماما، يعني بوندون توت نوي واحد 12 ساعه تقريبا الفران كيبقى مشدود كومسا اي فا غاردي لا شالور ديالو. ومن بعد ما كيتسالي داك 12 ساعه لا تيكستور ديال الياغورت هي هذيك كتكون مازال ما عقداتش كومبليتوم، مازال خاصكم تزيدو واحد 5 اور انكور في الفريغو يعني في الثلاجه. ولكن واخا هكاك انا غنقول لكم شنو وقع ليا. الوغ كيما شفتيو دانون ديالي ما جاش عاقد بزاف مالوغوزمون. علاش؟ باسكو جي في واحد لافه وانا غادي نقول لكم شنو هي باش نتوما ما طيحوش فيها. جي اوتيليزي واحد دانون اللي كان قديم. انا بيرسونيلمون سا مي ديرونج با دو مونجي دانون اللي كتكون لوز فات لا دات دو كونسوماسيون ديالو، مي بور فير دو ياورت فو ميو تاخدو واحد دانون اللي كيكون باقي طري باقي جديد باسكو لي فيرمون لاكتيك كي سون توجور اكتيف. اما الا خديتيه قديم فهادوك لي فيرمون ما كيبقاوش خدامين اي مالوغوزمون ما عمر داك دانون ديال ولا ما عمر داك دانون ديالك غادي يعقد. ديال اللي راه يعقد كوميم واحد شويه با ترو، مي جوري بو افوار ان ريزولتا ان تي بو ميور. سينو انا غادي نخلي لكم اون با دو لا فيديو ولا في ليكرون ميم كاينه واحد لا بريزور كي سوفون اون فارماسي وهي اللي كتعقد داك الحليب. كلك غوت سوفيز بور فير لو ياغورت ميزون. هاد لا بريزور هادي لي اكستريت ا بارتير دي ستومو دو فو، يعني من العجل الصغير كياخذوا ليه من المعده ديالو واحد الماده هي اللي كتخلي الحليب انه يروب. سينو الناس ديال شحال هادي كانوا كيستعملوا واحد المواد اللي طبيعيه
عن طريق النباتات من هذا القوق البري. اللورتي بيكونت حرايقة منها هاد البومي دو صدوم، ما لقيتش سمية ديالو صراحة بالعربية، دونك خليت لكم تصوير ديالو. Sinon pour la technique ديال le yaourt maison, j'ai trouvé plusieurs techniques et chacun il fait comme il veut d'après ce que j'ai compris. كاين اللي كيغلي الحليب حتى 30 minutes كيغلي حتى كينقص شويه من le volume ديالو عاد كيبدا صاوب le yaourt. كاين اللي كغير كيدفي الحليب، كاين اللي كيغلي الحليب وكيبردو كومبليتوم، كاين اللي كيغلي الحليب وكيخليه غير كيهبط حتى 40 دوغري. كاين plusieurs choses à faire et après chacun il fait comme il veut. Et franchement j'ai préféré annuler le halib avant de faire la technique halib, comme ça qu'on a toute contamination. La prochaine fois غادي ندفي كوم غير واحد شويه نخليه حتى يبرد، عاد داك ساعات جو كومونسي لو بروسيسوس ديال هاد الدارمون. هاد النهار سالات، جيسبر انها تكون عجباتكم. ما تنساوش خليو ليا ان كومونتير سي سو كونتينو فو بلي. رونديفو بوغ اون بروشين فيديو، ا تري فيت، تشاو.